استنادا إلى المعايير الدولية التي تعطي الأولوية لأصالة الموقع، بحث محافظ حمص طلال البرازي والفريق المختص مع المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم مشروع الدراسة التي نفذتها المديرية بخصوص تحديث الموقع الأثري في مدينة تدمر ومنطقة الحماية التابعة له والاشتراطات المطلوب تطبيقها بالمستقبل وفقا للمعايير الدولية. طبعا بما أصابت تدمر من الدمار وعلى أيدي الإرهابيين والتدمير لما هنالك، كانت هناك رؤية أيضا لإعادة النظر في بعض الأمور قد تكون ناقصة، قد بحاجة إلى إعادة تركيبتها بطريقة علمية بما ينسجم مع المعايير الدولية. اليوم نحن مصرون على حماية تدمر كمنتج ثقافي عالمي، تراث عالمي، نسجل مصداقية عالمية، مصداقية عالمية. كم سوريون إن كانت مديرين عام للأثار والمتاحف في وزارة الثقافة السورية أو المحافظة والجهات الثانية متفقون على الرؤى التي تخدم لحماية موقع تدمر. نحن مقتنعون أن تدمر سيعاد ترميمة المباني التي تضررت وسيعود السكان إلى هذه المدينة، وستكون هناك استثمارات وستكون هناك نشاطات هائلة في هذه المدينة في المستقبل. علينا أن نستفيد في قراءاتنا لحماية تدمر ومحيط مدينة تدمر، ما هي المناطق التي من الممكن منع السكن فيها عشوائيا أو حتى ضمن اشتراطات، يعني نقبل سكن في هذه المنطقة أو دون منطقة أخرى. المحافظ أشار خلال الاجتماع إلى أهمية إعداد الدراسات بما يتوافق مع المعايير الدولية بخصوص إعادة تأهيل المناطق الأثرية بما ينسجم مع البيئة والتراث ويحفظ الهوية التاريخية، مبديا استعداد المحافظة لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لتنفيذ أعمال التأهيل والترميم. تسجل الموقع الأثري طبعا عام 1934 بمرسوم جمهوري كحديقة أثرية طبعا وليس فقط الموقع الأثري، وتم تحديث هذه الحدود بال 2008 ووضع مناطق حماية، وهلأ بال 2017 بناء على المستجدات اللي طرقت بالمنطقة تم تحديث أيضا موضوع الحدود ومنطقة الحماية ووضع المزيد من الضوابط والاشتراطات بما يساعد على الحفاظ على القيم العالمية التي تسجلت فيها المدينة الأثرية على لائحة التراث العالمي اليونسكو، وبما يساعد على عودة السكان أيضا إلى الموقع الأثري. في عنا مسار سياحي داخل المدينة وعنا مسار سياحي خارج المدينة اللي عم يغطي المنطقة الأثرية، المناطق المحيطة بتدمر. في عنا حمامات أبو رباح، في عنا عباسي تبع مياه كبريتي، في عنا كل المناطق المحيطة قصر الحير الشرقي، كل هاي المناطق لازم نلقي الضوء عليها ولازم نخلي السائح كمان يعمل مسار سياحي خارج تدمر ويرجع لتدمر نفسها ليعمل بقلبها مسار سياحي داخلي، بدءا من ساحة المتحف ليعيد تنظيمها أو اقتراح تنظيمها من أول وجديد، لأنه لتصير هي منطقة سياحية، ساحة ثقافية سياحية لتدمر. إعادة الألق إلى مدينة تدمر التاريخية عبر إعادة تأهيلها وترميمها أثريا وسياحيا، تلك أبرز المحاور التي نوقشت في الاجتماع بين المديرية ومحافظة حمص بغية العمل ضمن فريق عمل واحد بما يسهم في الحفاظ على القيم الأثرية التي سجلت فيها تدمر على لائحة التراث العالمي من قبل اليونسكو، مما سيسهم بعودة الحياة إليها. من قاعة الاجتماعات في مبنى المحافظة بحمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. أكيد نشكر زميلتنا شيرين العلي على التقرير، وعلى حتى نحكي أكثر عن مناقشة مشروع تحديث الموقع الأثري في تدمر. معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد ديب مدير المباني التاريخية في المديرية العامة للأثار والمتاحف عبر الهاتف. سعد صباحك دكتور. سعد صباحك، صباح السادة المشاهدين. صباح الخير عن جديد. بالبداية دكتور، كنا عم نتابع تقرير عن مشروع تحديث الموقع الأثري بتدمر، خلينا نحكي شوي عن هالمشروع، أهميته لإمتى؟ طبعا مناقشة هالمشروع مع محافظ حمص شو طلع منه، وأيضا الفريق المختص مدير العام للأثار والمتاحف. نعم، حقيقة أهمية موقع مدينة تدمر الاستثنائي المعترف فيه وفق معايير اليونسكو وفق لائحة التسجيل اللي تم تسجيله في عام 1980، كونه موقع فريد ومهم من المواقع الفريدة والمهمة في العالم، فوجدنا من الضروري
الحفاظ على هذا الموقع وحفاظ على المشهد العام المحيط بموقع مدينة تدمر، هذا المشهد الاستثنائي لهذه المدينة القديمة، بحيث أن الموقع يشكل نواة فريدة حقيقة لقيام تجمع بشري منذ أقدم العصور على طول سلسلة الجبال التدمرية المحيطة بهذا الموقع والممتدة من الجنوب الغربي، ونعلم بأنها تمتد وصولا إلى دمشق وجمال لبنان. فهذا الموقع الخاص المحيط في مدينة تدمر يحمل فرادة استثنائية، كان من المهم التفكير بتوسيع الوجيبة الأثرية أو الوجيبة الخاصة بالموقع الأثري موقع تدمر القديم. وبالتالي كان المقترح باتفاق مع اليونسكو لوضع حماية جديدة لمحيط المدينة القديمة نظرا لارتباطه بتاريخ مدينة تدمر القديم والمستمر حتى الآن. وبالتالي وجدنا من المهم الحفاظ على الجبال المحيطة التي كانت هي النواة الأساسية والتي أعطت مدينة تدمر مواد البناء وخصوصا الحجارة، فمن المهم الحفاظ على هذه الجبال التاريخية المطلة على المشهد العام للمدينة القديمة، بالإضافة إلى أهمية واحة الاستثنائية وأهمية بعض المواقع المحيطة بها والينابيع والمواقع التي تعود بالقدم إلى عصور ما قبل التاريخ. فكل هذه الأسباب دعت بضرورة توسيع الوجيبة الأثرية للمدينة القديمة للحفاظ على هذا الموقع الاستثنائي، وبدأت كوادر المديرية بإعداد الإدارة الخاصة لهذا للوجيبة الجديدة بالتعاون مع محافظة حمص. وكان الاجتماع حقيقة الذي ذكرته كان يحدث إلى موضوعين مهمين، الأول توسيع الوجيبة الأثرية، والثاني التفكير في مستقبل مدينة تدمر الأثرية التي عانت من الإرهاب والتكفير، وتم تدمير عدد هام من المعالم الأثرية حقيقة في هذه المدينة. فاعتمدنا بكل بمجمل هذا الكلام، اعتمدنا على حقيقة ميثاق البندقية في عام 1964 الذي يبين ضرورة الحفاظ على المدن التاريخية وصيانتها والاهتمام بالإطار المحيط لهذه المدن. وكذلك اعتمدنا على وثيقة نارا في عام 1994 والتي هي صلة وصل مع ميثاق البندقية، والتي تمت بالتعاون مع اليونسكو والإكروم والإيكوموس، والتي تشير إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار فكرة التنوع الثقافي والحفاظ على الفراغ المحيط للموقع الأثري. نعم. وهذا ينطبق على مدينة تدمر بشكل خاص. نعم. وبالتالي هذا مشروع هام يعطينا في المستقبل الحفاظ على المشهد العام للمدينة القديمة ومحيطها الطبيعي. أكيد دكتور، بدنا نتشكر أكيد هي الجهود الجبارة يلي عم تبذلوها حضرتكم للحفاظ على الآثار في سوريا والمعالم الأثرية والتاريخية، لكن خلينا نحكي أيضا بالمقابل أشكال الدعم والتسهيلات يلي عم بتم تقديمها لمديرية العامة للآثار والمتاحف طبعا لتنفيذ أعمال التأهيل والترميم للحفاظ على القيم الأثرية اللي سجلت فيها تدمر على لائحة التراث العالمي من قبل اليونسكو. نعم، حقيقة وضع تدمر استثنائي، المعالم الأثرية التي تعرضت لأضرار بالغة وتحتاج إلى دراسات معمقة من أجل البدء بأعمال الترميم. طبعا نعمل مع اليونسكو جنبا إلى جنب في التفكير في مستقبل مدينة تدمر مع المنظمات الدولية، تتواصل مديرية العامة للآثار والمتاحف عبر وزارة الثقافة مع هذه المنظمات حقيقة، وهناك اهتمام خاص لمدينة تدمر واهتمام خاص آخر أيضا باتجاه مدينة حلب القديمة. وبالتالي لا بد من تضافر جهود دولية، وهذا ما أوضحته المواثيق التي تم ذكرها، كان ميثاق البندقية أو وثيقة نارا، بضرورة تضافر جهود جميع الدول وجميع المؤسسات العلمية ذات الصلة من أجل تأهيل وإعادة البناء أو الترميم للمدن القديمة المتضررة بسبب الحرب أو لأسباب أخرى. وبالتالي نحن نعمل ونتواصل مع أغلب الجهات ذات الصلة وعلى رأسها اليونسكو من أجل البدء بأعمال الترميم في المستقبل القريب إن شاء الله. نعم.
نعم دكتور، بدنا نتشكرك يعني، ومثل ما قلنا بدنا نشكر الجهود المبذولة، وإن شاء الله مهمة الجيش العربي السوري بتعود أيضا تدمر القلق بجهودكم وبجهود الجيش العربي السوري. بدنا نشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف من حمص. شكرا لك. شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ودائما بهمة